ولي العهد الجديد سيمبا. ده شكله كده هيكون ملك عادل يحكم ما بينا بالعدل، أكيد زي والده. ولي عهد جديد في الغابة يعني أنا خلاص ما بقاش ليا لازمة؟ أيوة يا سكار، أنت كده خلاص ما بقاش ليك لازمة وسيمبا هو ملك الغابة. وانتوا فاكريني هسكت على كده؟ أنا عندي حتة خطة، أكبر خطة شيطانية في حياتي، أنا هخليه يتنازل عن الحكم. وانتوا بتحتفلوا من غير لما تعزمونا؟ امشوا يا طباع من هنا، انتوا مالكمش مكان عندنا. ايه ده وانت بتضربني ليه؟ انا ما عملتلكش حاجة. قلتلكوا امشوا من هنا، لحظة هقضي عليكوا. الحق يا سيمبا، انا مش لاقية ابننا، هو راح فين؟ ايه ده ازاي يعني؟ هي الضباع خدته ولا ايه؟ احنا لازم نشوف حل. يلا بينا يا سيمبا كلنا ندور عليه، لازم نرجعه دلوقتي. ايه يا سيمبا، انت ما لقيتش ابني؟ لا انا ما لقيتهوش، انا دورت في كل حته ومش لاقيه خالص. يمكن يا سيمبا يبقى سكار هو اللي خده. ايوه فعلا، سكار الوحيد اللي كان زعلان في الحفله وكانش مبسوط ان انا مسكت الحكم. سكار، انت وديت ابني فين؟ لو عايز ابنك لازم تنفذ شرطي الاول. ايه ده يعني انت فعلا اللي واخد ابني؟ انا هقضي عليك يا سكار. انت لو قضيت عليا خلاص مش هتشوف ابنك تاني. خلاص قولي على مكانه بسرعة، لازم تنفذ شرطي الاول ان انت تتنازل عن الحكم وتخليني هاخد مكانك. ماشي موافق. هو فين بقى؟ ابنك في ارض التركان، خلاص قرب يموت. انا هروح انقذه بسرعة وهجيلك تاني يا سكار. انت لو عرفت ترجع انت وابنك اصلا، ده البركان خلاص قرب يثور. ها 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 ها، يلا بسرعة يا سيمبا، احنا لازم ننقذ ابننا. بسرعة يا سيمبا روح انقذه، البركان قرب يثور. ماشي انا رايح بسرعة اهو. الحقني يا بابا، البركان سخن قوي، انا مش قادر استحمل. ماشي انا جاي انقذك بسرعة اهو. اجري بسرعة يا ابني، البركان قرب يثور علينا. اخيرا رجعتلي تاني يا ابني، انا كنت خايفة عليك قوي. احنا لازم ناخد حقنا من سكار، احنا مش هنسكت على كده. هجوم، يلا بينا نقضي على سكار واصحاب الضباع. ايه يا سيمبا، انت معرفتش تنقذ ابنك؟ انت عرضت حياة ابني للخطر واجبرتني ان انا اتنازل عن الحكم. انا هقضي عليك يا سكار. روح انت يا سيمبا واجه سكار، واحنا هنضرب الضباع. خلاص انا سامحتك يا سكار، تعال عيش معانا بسلام. انا هقضي عليك يا سيمبا. لا سكار، ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ الملك بتاعكم مات خلاص. الملك بتاعنا ما ماتش، ده ساح. اهربوا. يا ترى بقى انتم مذاكرين النهاردة ولا مش مذاكرين؟ مذاكرين. ماشي انا هبدأ بيك انت يا فلافيلو، على الله تقول غلط. يلا قولي 3 زائد 3 كام؟ 3 زائد 3. ايوه انا لسه مذاكرها، 3 زائد 3 تساوي 16. يا نهار ابيض، 3 زائد 3 تساوي 16. تعالالي، خد على دماغك، خد على دماغك، خد على دماغك علشان
هتذاكر بعد كده. خد على دماغك. خد على دماغك. الإجابة تبقى 17 ضربة على دماغك. خد على دماغك. خد. الدور عليك يا سيمبا. يلا قولي. 5+5 كام؟ 5+5 تساوي 28. معروفة يعني. 28 خيبة ما وردتش على الفشلة. خد على دماغك. خد على دماغك. علشان تبقى تذاكر بعد كده. خد على دماغك. خد على دماغك. هتسوق سمعتي يخرب بيتك. ما بتذاكرش ليه؟ خد على دماغك. خد على دماغك. علشان تبقى تذاكر بعد كده. خد على دماغك. خد على دماغك. الدور عليك يا زرافة. يلا قوليلي 2+2 تساوي كام؟ يا سلام، 2+2 تساوي 73. ويا دي فيها حاجة؟ 73 خيبة وقلة حبايب. خد على دماغك. خد على دماغك. علشان تبقى تذاكر بعد كده. خد على دماغك. خد على دماغك. يا خسارة تعليمي. خد على دماغك. خد على دماغك. علشان تبقى تذاكر بعد كده. خد على دماغك. خد على دماغك. الدور عليك يا لعبة الحبار. 5+5 تساوي كام؟ جيتيلي في ملعبي. 5+5 تساوي 5. برافو عليك. الإجابة غلط. ينهارك زي بعضه. 5+5 تساوي 5. استني بس قبل ما تضربيني، ينفع أسألك سؤال؟ ماشي، اسألي الأول. هتروحي مني فين يعني؟ أنا هضربك يعني هضربك. قوليلي 3+3 بكام؟ 3+3؟ لا، معرفهاش دي. ايه الأسئلة الصعبة دي؟ وكمان انت هتعمليلي ايه يعني؟ ثانية واحدة هقولك. يبقى انت بقى اللي بتضربي الحيوانات وعامله نفسك بتعلميهم؟ تعليم ايه ده؟ شرطة؟ اقبضوا عليها. ايه ده؟ خلاص سامحوني. تعالوا اشتروا. الاندومي الكوري. يلا طعمه جميل، طعمه لذيذ. يلا تعالوا اشتروا. ايه ده بقى؟ هو الواحد مش هيلاقي حاجة ياكلها النهاردة ولا ايه؟ انا جعان قوي. ايه ده؟ انا سمع حد بيبيع اندومي. انا لازم اروح بسرعة. ايه ده؟ لولو بتبيع اندومي في الغابة؟ طب كويس، ده انا كنت جعان قوي. انا عايز اشتري يا لولو. فضل يا سيمبا، انا عندي انواع كتير. تعال اختار اللي انت عايزه. وده كمان ده مش اندومي عادي، ده اندومي كوري. اندومي احسن من اللي انتوا بتجيبوه ده. ولا بطعم الفراخ ولا باللحمة ولا الكلام ده. ده اندومي كوري، ده حاجة تانية خالص، طعمه لذيذ. تعال شوف انت عايز ايه. انا عايز الاسود اللي هناك ده. هتهولي بسرعة، انا جعان قوي. ماشي، اتفضل يا سيمبا. شكرا يا لولو، خدي فلوس كتير اهي. شكرا يا سيمبا، تسلم ايدك. تعالوا اشتروا الاندومي الكوري. ايه ده؟ دي لولو بتبيع اندومي في الغابة. طب كويس والله، ده انا كنت جعان قوي. ده كمان مش اندومي عادي، ده اندومي كوري. انا سمعت ان الاندومي الكوري ده حاجة جميلة قوي. انا لازم اروح اشتري دلوقتي، ده انا جعان قوي. انا عايز اندومي يا لولو. اتفضل يا فلافيلو، عايز نوع ايه؟ اتيل الاحمر اللي هناك ده. ايوه ده. اتفضل يا فلافيلو. اتفضلي فلوس كتير كتير كتير. تسلم ايدك. ايه ده؟ دي لولو بتبيع اندومي. انا عايز بطعم الفراخ لو سمحتي. لا، انا عندي اندومي كوري مش اندومي عادي، ده احسن منه بكتير. جميل يعني الاندومي الكوري ده؟ صدقني ده جميل قوي، وانا بقولك ان هو جميل قوي. انت هتنبسط لما تاكله.
طب كويس، هاتيلي اللي هو لونه بامبي ده. اتفضل اهو. شكرا يا لولو، خدي فلوس كتير. تسلم ايدك. يا سلام، وانا عايز واحد بطعم اللحمة. انا ما عنديش اندومي باللحمة، انا عندي احلى منه بكتير، انا عندي اندومي كوري، صدقني هيعجبك وهتيجي تشتري مني كل يوم. طالما كده بقى هاتيلي واحد، هاتيلي بقى اللي هو لونه احمر ده. فضل احلى واحسن والذ اندومي. شكرا يا لولو، فضلي فلوس اهي. تسلم ايدك. ده من ساعة لما الواحد كل اندومي ومش عارف ايه اللي حصل له، الواحد بقى بيطلع من بقه نار. انا لازم اروح عند اصحابي اسألهم. الحقوني الحقوني، ده كل لما اتكلم يطلع من بقي نار. هو ايه اللي حصل؟ اكيد اكلت اندومي بطعم البصل. ايه ده؟ ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ ده طلع من بقك نار. يعني انت مش عارف ليه؟ احنا مش اشترينا اندومي كوري؟ طب خلاص، هو الاندومي الكوري ده طلع حراق وبيطلع من البق نار. احنا خلاص كده هنحرق الغابة. ايوه عندك حق، اصل اول لما كلته الموضوع ده حصل. ايه اللي حصل؟ مخك فصل. طب كويس والله. هو ايه اللي كويس؟ المهم هو واحد بس اللي يعرف حل في المشكلة دي. ايه مين؟ قول بسرعة. القرد الحكيم هو اللي يعرف حل في الموضوع ده. يلا بينا يا قرد يا حكيم، يا قرد يا حكيم. يا لهوي، انتوا مالكوا بتطلعوا من بقكوا نار ليه كده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الاندومي الكوري وصل. ايه؟ ما انا بقول كده برضو، مين اللي جابوا الغابة ده؟ ده خطر على الغابة، ده حراق جدا وممكن يحرق الغابة. احنا اشتريناه من لولو، لقيناها بتبيعه. ايه؟ ازاي لولو تعمل كده؟ تعالى وريها لي بسرعة من غير لما تتكلم بس، علشان ما تقعدش تطلع نار من بقك كده وتحرق الغابة. يبقى انت بقى يا لولو اللي بتبيعي اندومي كوري في الغابة؟ انت مش عارفة ان ده مش حلو، ده حراق ممكن يحرقوا بيه الغابة. انت ازاي تعملي كده؟ اعمل ايه يا حكيم؟ انا قلت اكسب لي قرشين كده اجيب بيهم لقمة عيشي. تكسبي لك قرشين بانك تحرقي الغابة؟ ما ينفعش كده، انا لازم اشوف حل دلوقتي. اصل انا بحب ابيع الحاجات الكوري وما لقيتش غير الاندومي ده. يعني انت مشكلتك كلها في ان انت عايزه تبيعي حاجه كوري؟ اجيب لك انا حاجه كوري. هاتيلي كده كيس من عندك. اتفضل يا قرد يا حكيم. بسم الله، واحد اتنين تلاته. يلا يا ستي، جبتلك الكندر الكوري. ايه ده؟ الكندر الكوري بجد؟ وانتوا كمان جبتلكوا اربعة اهو. يلا كل واحد ياكل واحدة، علشان اللي بياكلها مش هيطلع من بقه نار تاني. حاضر يا قرد يا حكيم. هم 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 هم. ايه ده بقى مش بيطلع من بقنا نار خلاص. شكرا ليك يا قرد يا حكيم. الكندر الكوري، الكندر الكوري، يلا تعالوا اشتروا، تعالوا اشتروا. تصدق انا عايز اشتري؟ هاتيلي واحدة يا لولو لو سمحتي. اتفضل يا قرد يا حكيم. شكرا ليكي، خدي فلوس كتير 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 اهي. تسلم ايدك. هم 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 هم. سلام بقى، لو جاي يوم نروح كده الحديقة المائية ونودي سيمبا كده ويستمتع، بس المشكلة ان هي غالية قوي. ايه ده ايه ده، مين بيرن؟ لما اشوف كده مين. الو، مين معايا؟ ايه ده، في افتتاح اكوا بارك؟ طب كويس، وفي خصم كمان؟ طب كويس جدا، ده انا كنت عايزة اروح فعلا.
شكرا شكرا، مع السلامة. يا أبو سيمبا يا أبو سيمبا. إيه يا أم سيمبا، في إيه؟ دلوقتي في ناس اتصلوا بيا وقالوا لي في افتتاح أكوا بارك بكرة، وفي عرض جامد قوي أول يوم، وأنا عايزة أروح علشان أودي سيمبا ويستمتع وكده يعني. طب كويس قوي الكلام ده، قتيلي الواد سيمبا نسأله كده. يا سيمبا يا سيمبا تعال بسرعة. ايه يا ماما في ايه؟ ايه رأيك نوديك الحديقة المائية؟ ايه ده بجد؟ طب ده كويس جدا، ده انا كنت نفسي فيها من زمان، بس انا عايز حاجة تانية يا ماما. ايه عايز ايه؟ قول بسرعة. ينفع يا ماما اتصل بصحابي فلافيل وميمون علشان عايزهم يجوا معايا؟ انا بحب لما اروح في اي حتة يجوا معايا. ماشي يا سيمبا هاتهم معاك مفيش مشكلة. شكرا يا ماما، انا هتصل بيهم دلوقتي. سيمبا حبيبي عامل ايه؟ ايه ده بكرة هتروحوا الحديقة المائية؟ طب كويس انا هروح معاكم. ايوه ايوه بكرة يعني. ماشي نستناك عند محطة الاتوبيس. ماشي مع السلامة. اخيرا بقى هروح الحديقة المائية. انا هروح انام بقى بدري كده علشان اصحى بدري علشان ما تأخرش عليهم. هي فلافيل وافق ان هو يجي معايا، هتصل بقى بصاحبي القرد ميمون. الو ايه ده سيمبا حبيبي، مش باين يعني من زمان، ليك وحشة والله. ايه ده بكرة هتروحوا الحديقة المائية؟ طب كويس جدا، ده انا هاجي معاكو طبعا. ويا دي فيها كلام يعني، انا هجهز هو يجي معاكو بكرة يعني. ماشي انا هروح انام بدري كده علشان اصحى بدري. ماشي مع السلامة. هي يا ماما انا فرحان قوي، القرد ميمون كمان هيجي معانا، انا هروح انام بقى علشان اصحى بدري. ماشي يا سيمبا روح نام علشان هنصحيك بدري. يلا يلا يا ابو سيمبا يلا علشان ننام احنا كمان. ماشي يا ام سيمبا انا جاي اهو. يا خبر يا خبر، انا اتاخرت قوي، انا لازم اروح بسرعه اغسل وشي علشان خلاص عمو حماده قرب يجي. يا سلام يا سلام على النظافه، يا سلام ميه جميله. انا خلاص كده خلصت، انا هروح بقى بسرعه. ايوه كده انا كده جهزت خلاص، لبست العوامه بتاعتي. يا سلام ده هيبقى يوم جميل قوي لما اروح بقى استنى عم حماده. ايوه كده انا كده لبست العوامه، انا كده جهزت خلاص. يا ماما يا بابا. ايه يا سيمبا جهزت خلاص؟ ايوه يا بابا انا جهزت. ماشي يلا بينا يلا بينا. استنون يا جماعة، انا كنت بجيب العوامة بتاعتي، انتوا هتمشوا من غيري ولا ايه؟ لا ما تخافش يا فلافيلو، لسه عم حمادة ما جاش. بيب 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 بيب. يلا عمكو حمادة جه، عمكو حمادة يلا اركبوا 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 يلا. بيب 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 بيب. شكرا يا عم حمادة، تعالوا بقى عند بتاع التذاكر ده. بكام يا عم التذكرة؟ التذكرة عاملة 1000 بدل 2000 جنيه، ده عرض النهاردة بس. انتوا خمسة يبقى كده 5000 جنيه. ماشي يا عم، خد ادي 1000 ادي 2000 ادي 3 ادي 4 ادي 5. شكرا شكرا، اتفضلوا. شفت يا ابو سيمبا المية جميلة قوي. ايوة فعلا يا ام سيمبا دي جميلة قوي. الله يا بابا دي جميلة قوي، انا هروح اتزحلق كده. ويي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 ي
ويي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 ي
الله، دي
حلوة قوي، احنا عايزين ناكل ايس كريم كده ولا حاجة. تعالوا تعالوا ناكل ايس كريم ونرجع تاني. تعالى يا فلافيلو، تعالى يا ميمون، هنجيب جيلاتي كده ونرجع تاني. السلام عليكم يا بتاع الجيلاتي. وعليكم السلام، تفضلوا. أتلنا تلاتة جيلاتي كده لو سمحت. من عينيا. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. شكرا شكرا، اتفضل الفلوس اهي. متشكرين، تشرفونا في اي وقت. شكرا يا طنط ام سيمبا على الجيلاتي الجميل ده. ايوه فعلا، شكرا يا طنط ام سيمبا. العفو يا حبايبي، يلا بينا يلا بينا. الله يا ماما، حلو قوي حمام السباحه ده. ايوه فعلا يا ام سيمبا، ده جميل قوي. متشكرين يا عم ابو سيمبا ان انت جبتنا المكان الجميل ده. ايوه فعلا، شكرا يا عم ابو سيمبا. العفو يا حبايبي، دي حاجه بسيطه كده. تعالوا يلا نتزحلق شويه، دي الميه جميله قوي. انا جاي بالعوامه وانا كمان جاي بالعوامه بتاعتي وفلافيلو كمان جاي بالعوامه بتاعته. الله، دي حلوه قوي. ايه ده يا جماعه، انتوا جايين الحديقه المائيه من غير لما تعزموني؟ ازاي يعني؟ طب انا زعلانه منكم. ليه كده يا ام سيمبا، مش تعزميها برضو معانا؟ خلاص حقك عليا يا هانم، ما تزعليش مننا. ما تزعليش مني، حقك عليا. خلاص يا جماعه، انا كنت بهزر معاكم، انا مش زعلانه ولا حاجه. تعالي اعزمك على جيلاتي كده. لا لا شكرا، كتر خيرك. بصوا الحركه دي، انا جايه بالعوامه بتاعتي. بحبكم جدا يا اصحابي، ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك في الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واستنونا في الحلقه الجديده.